النفس والروح يا أخ أحمد شيء واحد، لكن جرت اللغة الشرعية أن تقول إذا كانت الروح متصلة بالجسد تسمى نفسا، فإن فارقت الروح الجسد تسمى روحا. الله عز وجل قال ونفس وما سواها، وقال كل نفس بما كسبت رهينة، هذا كله حال كونها متصلة بالجسد. وقال جل وعلا ويسألونك عن الروح، ولم يقصدوا الجسد معها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الروح إذا فارق الجسد تبعه البصر فسماها روح. وما كان من الخلق قبل أن يخلق الله أجسادنا عندما أخرجنا من ظهر أبينا آدم يقال له عالم الأرواح، فالأغلب والأظهر استعمال الروح بعد مفارقتها الجسد أو حال اتصالها به، نفخ فيه الروح. وإذا اتصلت الروح بالجسد وأصبحت متصلة يقال لها نفس، والعلم عند الله، لكن اللفظ يراد به شيء واحد.